استغلت الولايات المتحدة الأمريكية زيارة جالاند إلى الولايات المتحدة للتأكيد على أمرين. الأمر الأول هو حماية المدنيين الفلسطينيين، والثاني هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إسرائيل في تصفية حماس في قطاع غزة. مسؤول كبير في البنتاغون تحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع أوستن مع جالاند، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطة على مراحل، تبدأ بإخلاء المدنيين من رفح، ثانيا إيصال المساعدات، ثالثا استعمال الغارات الدقيقة لتصفية قيادات حماس، وأخيرا التنسيق مع مصر. الاجتماع شمل أيضا مناقشة التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، ويقصدون عادة الحديث عن التهديدات الإيرانية. بيير غانم، العربية، من أمام البنتاغون.